السوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين. مرحبا. اهتمت بعض المؤسسات السورية برعاية الأسرة وتنظيم شؤونها استجابة للظروف اللي عم يعيشوها السوريين واللي عم تسبب ضغط ممكن يولد انفجار ويهدد العائلة السورية. من هالمؤسسات منظمة سوريا للإغاثة والتنمية. تأسست منظمة سوريا للإغاثة والتنمية بشهر تشرين الثاني سنة 2011 من قبل الدكتور جهاد قدور وبنته جمانة القدور، وهن سوريين مقيمين بأمريكا من فترة طويلة. أسسوا هالمنظمة لتوفير الإغاثة الإنسانية للمدنيين السوريين المتضررين من هالنزاع، سواء كانوا داخل سوريا أو بدول الجوار. وعلى هيك تم تأسيس المنظمة على أنها منظمة غير ربحية، هدف تقديم الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والاجتماعية للسوريين المتضررين من العنف والجوع والفقر والإصابات والنزوح، وتلبية الاحتياجات بتتم من خلال بعض البرامج المدروسة اللي قدمت مساعدات لحوالي 900 ألف سوري محتاج للدعم داخل وخارج سوريا من خلال مكاتب الموجودة بعمان بالأردن، غازي عنتاب بتركيا، وداخل سوريا بحلب وإدلب. من أهم حملات المنظمة كانت حملة تم إطلاقها السنة الماضية بريف إدلب وشملت عدة قرى ومدن وبلدات بالمحافظة. هدفت الحملة لنشر الثقافة المجتمعية وزيادة الوعي الأسري والمجتمعي اللي بيهدف لتطوير آلية تفكير الأسرة السورية الموجودة بالداخل، وتنبيه لأهمية تنظيم الأسرة والمباعدة بين المواليد بالوقت الحالي لضبط المجتمع وتنظيمه. واستهدفت الحملة الآباء والأمهات بالتحديد لتوعيتهم بجدوى التخطيط والتوازن الأسري اللي بيضمن رفاهية الأسرة من جهة، وممكن يساهم بتقليص نسبة الوفيات من الأمهات والأطفال من جهة تانية. هاي الحملة كانت مبادرة مهمة لتوجيه الأسر اللي ما جاهزة لأنه يكون عندها أطفال كتير بهاي الظروف، خاصة أنه وجود عدد كبير من الأطفال عم يكون ببعض الأحيان سبب إضافي للضغط مع عدم القدرة على توفير الاحتياجات اللازمة للطفل. هذا الضغط الاقتصادي والعائلي ببعض الأحيان بيولد خلافات ومشاكل أسرية، خاصة مع غياب المؤسسات والهيئات المختصة بالاعتناء بالأطفال وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية الكافية ومواجهة حالات الوفيات بصفوف الأمهات الحوامل وتوفير حزمة الخدمات الصحية الإنجابية كافة. هالحملة انطلقت من 6 مراكز صحية إنجابية بحلب وإدلب. تم تخصيص عيادة خاصة بكل مركز بالإضافة لست فرق جوالي بتقدم خدمات طبية بعدة مناطق، مع وجود مختصين بالإرشاد النفسي ومدربين لتقديم المشورة والتوعية الصحية اللازمة. حكينا من قبل أن السوريين مثل ما هن بحاجة لمعونات إغاثية من أكل وشرب وتدفئة أو مأوى، كمان هن بحاجة للتوعية والإرشاد، خاصة بما يتعلق بشؤون الأسرة لتضل الأسرة السورية متماسكة قدر الإمكان بجهود أعضاء الأسرة أولا وداعمين إلهم من أولاد بلدهم اللي قرروا أنهم يكونوا سوريين لبعض. سلام. سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين.